جايد تعتزم طول الدار وقف على فناها طول الدار وبف على بناها شيخنا في الشدايد نعتزم طول الدار وبف على بناها. طبعا نبدأ كلمتنا بالتهنئة، والتهنئة التي عشناها 43 سنة، العيد الوطني، العيد الذي وضع راية الإمارات خفاقة، العيد الذي وحد دولة الإمارات تحت مسمى واحد، تحت وثيقة واحدة، تحت شعار كلنا الإمارات. هذا العيد الذي نحتفل به سنويا، وهذا العيد الذي أعطانا فعلا مكانة عالية جدا في المجتمعات الدولية، وأصبح لدولة الإمارات ثقل إلى في الوجود الدولي. فبجميعكم بحضوركم وجميعكم نزف آيات التهنئة والتبريكات إلى قادتنا، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل مكتوم رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهم الحكام وأولياء العهود وشعب الإمارات والمقيمين، وأيضا كافة الرياضيين الموجودين على أرض هذه الدولة. نحن في المجال الرياضي بشكل عام وفي مجلس دبي الرياضي بشكل خاص دائما نسعى إلى التميز، نسعى إلى أن نكون متميزين في جميع أحداثنا، في تنظيماتنا، في الأشياء التي نأمل دائما أن تكون سباقة في المجالات الرياضية الأخرى. هذه الأشياء لن تكتمل إلا بروح العمل وروح التفاني، وأيضا من خلال حقيقة أنا يمكن صار الأسبوع تقريبا ولكن ألمس طاقات موجودة لدى جميع الموظفين دون استثناء، يعني جميع الموظفين اللي احتكيت فيهم حسيت هناك في طاقة، يعني من الموظف العادي جدا إلى الموظف الكبير الطاقة هذه موجودة، ونحتاج إلى استثمارها أكثر وأكثر، ونحتاج إلى أيضا تطوير مهاراتها أكثر وأكثر. وصدقوني أنتوا القادة وليس نحن، من خلالكم نكمل المشوار وليس من خلالنا نحن، لأن نحن في النهاية جهة تنفيذية، ولكن أنتوا جهة تفكيرية وجهة عمل، ونقدر نسميكم أنتوا الأوبريشن. فبكم سوف نكمل المشوار. وقبل لا أنسى طبعا لابد أني أشكر المشاركين معنا في هذا المعرض البسيط، معرض الرسومات اللي أنتوا شفتوا جزء منه هنا وجزء منه داخله، فشكرا لهم أيضا مشاركاتهم ويانا في حدث مثل هذا. طبعا الشكر ايضا موصول الى الرحاله مارتن من الارجنتين. مارتن كمل 9 شهور على دراجته من الارجنتين حتى وصل الى دبي ويشاركنا في العيد الوطني لدوله الامارات، وهذه طبعا اعتبرها ايضا بادره طيبه جدا.